السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متتبعينا الكرام، نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. من قلب دوار بالمكي، النقطة هذه اللي فيها واحد العدد كبير ديال القاطيني دور الصفيح بمدينة تمارة والمعروفة بجامايكا. آخر المستجدات ديال الدوار وفين وصلت الأمور، هادشي اللي غادي نعرفوه في هذا الفيديو. ولكن بغيت خوتي اي واحد معنا في هذا الفيديو هذا يبارطاجيه باش توصل الرساله وتوصل المعاناه ديال الساكنه ديال القاطيني دور الصفيح اللي كيعانيو في صمت رهيب. بالنسبه للمستجدات ديال دوار بالمكي، فالناس هنا اعوان السلطه بداو كيباشروا الاعمال ديالهم، وكيدقوا البيبان وكيديو الناس للملحقه باش كيديروا معهم بعض الاجراءات. لكن الغريب في الامر هي الطريقه اللي كيتعاملوا بها مع الناس، طريقه باش كيتعاملوا مع الناس طريقه غير مقبوله بالمره، لانهم كيستهدفوا واحد الناس اللي هما كما كنقولوه كيلقاو المراه مثلا بوحده في البراكه ولا الراجل كبير بوحده في البراكه. وهذا الشيء غادي نرجعوا ليه بالتفصيل ان شاء الله. كنتمنى من الله ان اعوان السلطه يكونوا قرب من المواطنين ويسروا معهم الامور، لانه بنادم دوز حياته كلها في البراكه، عانى في البراكه، دوز القهره ديال البرد والصهد في البراكه، دوز الطوبه والمشاكل ديالو بزاف د الحويجات في البراكه، يعني معاناه كبيره. وكنتمنى من الله السلطات بصفه عامه انهم يسروا مع الناس اللي ما عندهمش، لان كاينه فئه كبيره. وخير دليل هادشي اللي بدا كيبان دابا في دوار اهل الحارث ودوار بالناصر، ازيد من 160 اسره تقريبا ما لقاوش باش يخلصوا لا نوطير ولا بانكا ولا ضو ولا ما ولا سانديك. نطلبوا ربي يدير شي تاولد الخير. وبالنسبه لامتى غيكون الترياب هنا ولا امتى غتكون القرعه، فحتى تسالي القرعه ديال دوار بالناصر ودوار اهل الحارث ولاد مطاع الغربيه وسيدي محمد الشريف، واحتمال انهم غادي يدوزوا لدوار الصاد عاد يرجعوا لهنايا لجامايكا. نطلبوا ربي يدير اللي فيها الخير والله يسخر الامور للجميع. وغنتبعو معكم ان شاء الله الامور خطوه بخطوه، والجديد بالجديد ان شاء الله فيما يتعلق بملف قاطيني دور الصفيح. في نفس الوقت اللي خدامين مع الناس ديال البراكه، في نفس الوقت اللي خدامين مع الناس ديال ذوي الحقوق، الناس الودايا اللي النواب ديالهم كيجمعوا المعطيات والمعلومات. نطلب الله يدير لي فيها الخير وحتى شي واحد ما يضيع، وتمشي الامور على ما يرام، ونشوفوا هاد الشارع اللي انا غادي فيه راه شارع محمد الخامس، كيتحل ونشوفوا في احسن حله ان شاء الله. تهلاو في راسكم، بارطاجيو واشتركوا في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه.